الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: ما معنى الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر؟ الطهارة من الحدث الأكبر هي الاغتسال بجميع البدن بنية رفع الحدث، كالاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاس. وأما طهارة من الحدث الأصغر يكون بالوضوء، كالوضوء من خارج من السبيلين والوضوء من نواقض الوضوء المعروفة، هذا هو الطهارة من الحدث الأصغر. الطهارة من الخارج من السبيلين والطهارة من النوم المستغرق إلى غير ذلك. نعم.